الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل قراءة القرآن، قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لا شك أنه من أعظم فضائل الأعمال التي أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، بأن جعل قراءة القرآن على هذا الفضل العظيم، أنه من قرأ الحرف فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فقراءة القرآن باب عظيم من أبواب الحسنات المضاعفات ورفعة الدرجات، لا يغفل عن قراءة القرآن إلا محروم، فهذا فضل عظيم. قد لا يأتي هناك حديث في فضائل الأعمال مثل هذا الحديث العظيم. فقراءة القرآن الأجر فيها على الحروف، وقد ذكرنا في الدروس السابقة أن الأذكار الأجر فيها على الكلمات، كقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه الأجور فيها على الكلمات، بينما قراءة القرآن الأجر فيها على الحروف. فهذا باب واسع عظيم، فالمسلم يحرص على أن يكون له ورد من كتاب الله يقرأ فيه القرآن، لا ينفك منه أبداً حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فيقدم ورده القرآني الذي يقرأه كل يوم على كل عمل وعلى كل شغل وعلى كل حال، لا يتركه أبداً. واليوم لله الحمد والمنة تسهلت لنا الأمور، فأصبحت المصاحف حتى في جوالاتنا، تستطيع أن تقرأ وردك حتى في جوالك، فلم يبقى إلا التقصير والحرمان. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، دليل على أن عمار القلوب وصلاح الصدور هو بالقرآن العظيم. فمن اعتاد قراءة القرآن عمر قلبه بالإيمان، وانتقل ذلك إلى جوارحه، فإذا صلح الداخل صلح الخارج، وإذا فسد الداخل فسد الخارج. فلذلك على المسلم أن يعتني بهذا القرآن العظيم قراءة وتدبرا، والأهم من ذلك العمل، العمل بالقرآن الذي لم يزل إلا لذلك، من أجل أن يعمل به وأن يحكم بين الناس. فهذا هو الأصل في القرآن العظيم، ليس القراءة فقط من دون العمل والتحكيم، بل قراءته وتدبره وتفهمه والعمل به وتحكيمه في كل ما شجر بينه في كل أمور الدين والدنيا. فالله عز وجل ما أنزل القرآن إلا لهذا. ثم قال رحمه الله في ختام هذا الباب العظيم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن. وقد مر علينا أن صاحب القرآن كما جاء في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل القرآن، قال: الذين يعملون به في الدنيا. يقال لأهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، فصاحب القرآن هو الذي يعمل بالقرآن، ليس مجرد قراءة ومجرد حفظ، وإنما لا يقال لصاحب القرآن أنه صاحب القرآن إلا إذا كان يقرأه أو يحفظه ويعمل به. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فعلى قدر قراءتك للقرآن وترتيلك للآيات في هذه الحياة الدنيا تكون رفعتك يوم القيامة،
فمقل ومستكثر، والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم هذا الفضل العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وقائدنا إلى جناته، جنات النعيم سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك بأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد نغمتك، فأنت أشد بأسا وشد تنكيلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.